كما أشرنا في العناوين، طائر اللقلق الأبيض الذي يعد من بين الطيور المهاجرة بدأت أعداده تقل تدريجيا بسبب إكراهات طبيعية وأخرى بشرية. في مدينة مركان مثلا كانت تأوي في بداية هذا العقد 46 عشا، لم يبقى منها سوى 30 عشا. الروبورتاج لعبد الحميد المرابط. قرب جسر واد شراعة بالمدخل الغربي لمدينة بركان، تنتصر هنا بحديقة سيدي أحمد أبركان أعشاش اللقالق البيضاء القادمة من أوروبا وإفريقيا. وقد استقر أول زوج لهذه الطيور المهاجرة سنة 1953 وبدأت في التكاثر إلى أن أصبحت هذه الحديقة ثاني تجمع للقلق بالمغرب بعد الدار الكبيرة بمكناس التي كانت تضم 42 عشا. دائما هنا الدار ديالو هي هذه، دائما هنايا وهنا يسكن، دائما هنا يسكن، هنا ملي نعقل هنايا هو هنايا في هذا الجردة هنايا. هنا أجي مرة في العام يجي يجلس هنا ما عرف 7 شهور ولا 8 شهور ثاني ويمشي في حاله. لكن أعداد هذا الطائر تراجعت من 46 عشا عام 2003 إلى 30 عشا فقط حاليا بسبب التغيرات المناخية واعتداء الإنسان نتيجة انتشار أفكار خاطئة. خرافة أن اللقلاق الأبيض تناول لحمه يشفي من داء السكري، لكن الأكيد أننا قمنا بتحليل لحمه في إحدى المختبرات التحليلات الطبية بمدينة بركان، وتبين لنا أن يحوي هذا اللقلاق الأبيض ميكروبات وجراثيم وديدان طفيلية. معطيات دفعت جمعية حماية اللقالق البيضاء بالمدينة التي تأسست عام 2004 إلى دق ناقوس الخطر والتحرك لتحسيس الساكنة خصوصا الأجيال الصاعدة لحماية هذا الطائر المهاجر. المعول على هذه الناشئة لكي تحمل هذا المشعل، مشعل حماية البيئة، خاصة وأن المغرب هو ثاني بلد في الحوض المتوسط من حيث التنوع البيولوجي الحيواني وأول بلد من حيث التنوع البيولوجي النباتي. أسراب مهمة من اللقالق تنصب أعشاشها فوق الأبنية والمعالم التاريخية والأبراج والأشجار، يجذبها الموقع الجغرافي والمناخ المتوسط المعتدل للمغرب، وتأمل الجمعية البيئية بالمدينة إلى تخصيص مكان بهذه الحديقة التي يتم تهيئتها لحماية هذا الطائر.